جن ابوك بقى. اه ايه اللي حصل؟ حصل جن ابوك كان خلاص فاضل له 6 شهور، انت قررت ساعتها ان انت برضو مش هتبيعه غير بالسعر المناسب. اه يعني وقتها انت ما يعني ما خفتش مثلا ان جن ابوك ما يعرفش ما تقدرش تجيب السعر اللي انت تبيعه بيه؟ لا خاف من ايه؟ يعني كان ما هو ايه كان التفكير ساعتها؟ التفكير ساعتها بنفس المبدأ، اللي كان هو هيطلع فري، ما هيطلع فري بس كنت تخسر هيقعد. لو كان جاله الفلوس اللي كان ساعتها الزمالك ما محتاجه، انا وكان كنت في هكسب الفلوس بس كنت هكسب النادي. كان جون اوموكا السنه اللي فضل فيها كان هيبقى مولون بيلعب ونجم وبقينا في الدوري وده بفلوس، ما يطلع فري. ايه طب ايه المشكله؟ المفاوضات بقى اللي جات له فعلا؟ كان في مفاوضات من الاهلي والزمالك؟ اه طبعا. طب ايه المفاوضات بقى من الاهلي لا والزمالك؟ جون اوموكا كان اهلي وزمالك وفيوتشر والمصري، في الاخر اخدوا سيراميكا. في الاخر خدوا سيراميكا. ايه بقى المفاوضات من كل نادي؟ الاهلي ايه اللي حصل وليه ما تمت؟ برايسنج مش عارف كانوا عايزين مش عارف 12 13 12 15 حاجه كده يعني. رفض. طبعا. طب وفيتشر؟ مزود شويه 2 مليون مثلا كمان. 15 يعني. 18 17 رينج ده يعني. تمام. طب والزمالك؟ نفس كل بص هو يعني الرينج كده يعني. هم قرروا. خلي بالك ان جين اوموكا معاه وكيل كمان كان بيتعامل على طول مع الناس ناجيني. كانوا مقررين كله ان الرينج من 15 ل 16 17 بس. اول مفاوضين ليه كان الاهلي. اول مفاوضين مين اللي كلمك؟ لا انت قعدت مع كابتن محمود يعني؟ قعدت مع كابتن طبعا محمود. طبعا طبعا. لكن المفاوضات لا كابتن محمود يعني بيتكلم عايزين فلان وفلان جون اوموكا او و مصطفى شلبي ومصطفى ساعتها. شلبي يعني احتياجات اكيد ليهم يعني. انما التسعيره ما انا عايز اقول لك حاجه، كان مع الاثنين دول واحد تاني غريب قوي، محمد حمدي. محمد حمدي مين اللي كان محتاجه؟ الاهلي. الاهلي. كابتن محمود خطيب طلبه منك؟ كابتن محمود هو مش عارف الاسماء بس كان امير توفيق اتكلم معاه وفوض وخلص وانا جددت الولد وخليته. كان خلص مع الولد؟ طبعا. وازاي الاهلي ما عرفش يخلصه؟ ما عرفش يخلصه منين؟ ما هو يعني مش انت بتقول بيفاوض معاه في يعني تفاوض مع الولد، الولد كان قطاع ناشئين هنا. كان قطاع ناشئين بس يعني كان في عقد مع النادي انبي. كان بقيله 4 اشهر يبقى فري. 4 شهور بقى فري. طب وازاي قدرت اللي انت تخليه يكمل؟ يعني الواد يعني الواد هو يعني محمد حمدي مضى يعني خلاص مضى مع الاهلي او اتفاوض مع الاهلي، فعلا. فاكيد اللعيب يعني الاهلي قعد اتكلم مع امير توفيق وقعد يا كابتن امير وخل يعني كانوا بيتكلموا خلاصين مع بعض. فاكيد اللعيب بيبقى طموحه اي في اي نادي مثلا بيبقى ساعتها اللي هو نادي جماهيري اهلي او زمالك. طبعا. هو اللاعب انت بقى قدرت تخليه ازاي يعني يستغنى عن الفكره دي ويكمل في انبي؟ هل عشان يحترف بره ولا عشان ايه بالظبط؟ لا عشان اداره انبي برضه ليها افكار. بالظبط. انا عشان كده عايز افهم منك ايه اللي انت قلته له عشان هو يقدر ان هو يكمل. ما ينفعش لعيب ابقى انا جبته قعد عندي في قطاع الناشئين بتاعي 8 9 سنين، انا اللي فهمته يشتغل ازاي، تعاملت مع مشاكله، تعاملت مع فنياته، تعاملت مع فكره ذكائه وطورنا، وبعد ال9 سنين بكل سلاسه يروح رايح نادي تاني. مش منطقي يعني. المنطقي في في حاجات لوجيك. تعمل ايه بقى؟ تستفيد بيه الاول وبعد ما تستفيد بيه يطلع. يعني لازم هو قاعد 8 9 سنين عشان ايه؟ عشان يطلع فريق الاول. النادي بقى اللي عمله يستفيد بيه سنه 2 3 وبعد كده يطلع ينطلق. استغربت ان امير توفيق كان عايزه؟ او هم لا عينهم عليه؟ لا خالص طبعا. هو الولد مميز جدا. لا خالص ده شطاره من ايوه انا قصدي كده يعني استغربت شطاره. ان حد مركز ان هم لا يشوف. لا لا كابتن امير توفيق شطاره منه طبعا ان هو يجيب الولد. بس انا طبعا اشطر ان انا جددت له. بالظبط انا قصدي عليك. لا ما هو لما يبقى اشطر يعني هو شنطر ولا اشطر؟ اشطر فيها اشطر منك. طبعا. لا يعني يعني مش قصه شطاره ولا حاجه بس قصه في ايه؟ ده ابن النادي. ده ابن النادي خلاص يعني. انا وانا قاعد معاهم يا جماعه ما ينفعش. ما ينفعش الكواليتي ده. وبالمناسبه يعني تحيه للسكاوتنج تيم بتاع النادي الاهلي لان ده اللي انا قصدي عليه اللي هو انت طبعا لعيب تحيه كده. ده خلي بالك ده هو احمد نادر حواش. واحمد نادر حواش كمان ليه؟ انطلبهم. لا هو خلاص الموضوع خلص كان معاهم موضوع يعني موضوع خلصان قصه خلصانه يعني.